السلام عليكم شباب، اليوم جانا لكم مقطع جديد. راح نتكلم عن سكن المجاني اللي حيتوفر معنا قريبا في الايتم شوب، وحيكون طبعا حصري لإيبك جيمز ستور، او خلينا نكون كده صريحين شو بيسموه، حيكون انه اذا كان عندك جوال تقدر تجيبه، واذا كان عندك بي سي كمان تقدر تجيبه. وطبعا هذا هو السكن مثل ما لكم شايفين قدامكم، حيكون معنا سكن، طبعا هذا سكن حزمة نارية، حتكون طبعا كلها بشكل مجاني وبصفر دولار لأصحاب الجوالات ولأصحاب البي سي. بالنسبة لأصحاب السوني طبعا إذا كان عنده بي سي ورابط حسابه على الإيبك، وإذا كان بيقدر يشغل لعبة على الجوال كمان بيقدر يجيبه، نفس النظام اللي كان معنا في روبي، ونفس وهذا السكن الثاني اللي جريزابيلا، وهذا حيكون معنا السكن الثالث بهاي الشغلة. متى طيب راح ينزل؟ حاليا موعده غير معروف، بس على الأغلب حينزل معنا في هذا الموسم قبل ما ينتهي، يعني فيكم تقولوا خلال أسبوعين ممكن يكون توفر معنا داخل اللعبة. تمام، وهيك شباب وصلنا لنهاية المقطع، مقطع قصير. لا تنسوا تدعمونا بلايك واشتراك بالقناة، وان شاء الله رجعنا لكم للتنزيل، فنتمنى الدعم يرجع. انا عارف انه الدعم حيكون نازل الحين، بس ان شاء الله في الايام الجاية حيرجع الدعم مثل ما كان وافضل. يلا مع السلامة.